لا خويا اجنبي احنا اش نديرو اخويا المغاربه مكبوتين مكبوتين المغاربه تجوج باجنبي تعيش انت ويا حيت اصلا كاينش الحب في المغرب لا لا سمح لي المغرب مخصوصين اخو بالعاقه العاقه هي كلشي نعيش انا وياه تحت سقف واحد ناكل انا وياه الماء والخبز حشومه وفي الاصل ما كاينش فرق ما بين مغربي واجنبي ولكن الا فضلت المغربي على الاجنبي سمي حقاش هو غادي يكون فاهمني اكثر وما نضطرش نتعذب بعد نبدا نفهم بغي نفهم كل شي وحده اخرى ولا لغه وحده اخرى ولا شي حاجه حتى كاستو ولا غايقول لك شي واحد الجنسيه ولا شي حاجه نقدر ندير جنسيه بخدمتي ولا شي حاجه نمشي نخدم برا وندير جنسيه جديده يعني نفضل المغربي على اجنبي كنفضل نتزوج بمغربي حيت مغربي كما قلت لك يبقى ولد البلاد كيفهمك تخيل كتكون مشتركه بينه وبين المغربي علاش الاجنبي لا هو الاجنبي دو بريفيرونس الا ما كاش المغربي كل الاجنبي حيت الاجنبي كيعطي لا فالور للمراه ياك متفق معايا والراجل المغربي يقدر يكون كيبغي المراه مغربيه ولكن كيبينش ليها هذا هو النقص اللي عندنا حنا في المجتمع الا كنت كتبغي المراه علاش ما تقولش ليها راني كنبغيك عادي شنو فيها يبين ليها بلي بصح كيبغيها وكيكون كيبغيها ولكن كيبينش ليها تقريبا لا بلو باغ راه من مي بارون وجبد الوالد ديالي عمرو ما سمعتو قال ماما راني كنبغيك الاجنبي يا خويا من المغربيات غدارات تقد تسحر لك تقد لك اي حاجه المغربيه ويلي ما تزوج مغربيه سويديه الله ما سويديه ولا سوى ديك راه هي ويلي المغربيات خويا نظار الاجنبيات برا وجهو مغربيات اخي ما عنده عقليه ناضيه فهمتي كتلقاه مثقف ماشي غير باغي حاجته منك فهمتي غتلقاه يعيش معاك وهذا تشوف انت وياه شحال د الحوايج فهمتي بزاف د الحوايج ماشي تعيش مع واحد باغي فيك حاجه تمشي عند بنادم اخر لا مغربي بيان سور وحيت مغربي كيبقى بحال جونغ عنده بحال الطباع ديالنا بحال لا كولتور ديالنا حنايا سي با ماشي بحال اجنبي ما كتعرف شنو يقدر يوقع وسورتو على الاسلام اي تو صراحه حيت هكاك حيت المغربي كيكون ولد فهمتي عايشين عندكم لي ميم زيدي لي ميم كولتور اي تو دونك فوالا اجنبي اخو الاجنبيه ظريفه واش غتطول معاك وشحال من حاجه وما تهضركش اما المغربيه خويا راه ما تعرفش شنو كاين شحال من واحد دابا كتشوف كلشي هنا شحال من وحده كتشوف راجلها تيمشي للخدمه هي كتخد راك عارف اللي كاين الاجنبيه هي احسن تجي قد يقعوا لك معاه الاخرى تطول معاه الاخرى تخونك مع هذا وهذا يبلك الاخر عنده العاقه هذه تمشي معاه الطوموبيل عزيز عليهم الحديد الماتيريال مغرب من أجنبية تشوفك داخل سوق راسك كذا ولد الناس راه تطول معك فاش ما بغيتش ومن هذا المنبر كنوجهني ذا الاب ديالي كنقول ليه عم نقول ماما كنبغيك وحتى انا زعما حيت الولد ديالي كان عسكري ما عندوش معنى الكلام ديال وكنوجهني ذا كاع الرجاله الا كانوا كيبغيو مواتهم يقولوا كنبغيك اللي يقولوها لعيالاتهم لبناتهم باش تربى فينا الثقافه ديال الحب قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي